أن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه رئيس مجلس الأمة السابق المرحوم بإذن الله تعالى جاسم محمد الخرافي بكلمته التالية: راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا النبأ الأليم بوفاة فقيد الكويت الكبير جاسم محمد الخرافي طيب الله ثراه، وباسمي وباسمكم ننعي بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم الخرافي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت. لقد رحل فقيد الكويت الذي لم تفارقه ابتسامته حتى في أشد الأزمات، ولم تبتعد عنه بساطته وتواضعه في أي وقت من الأوقات، ولم يبخل رحمه الله على الكويت يوما بحكمته وحنكته ورؤيته الثاقبة، وكان عنيدا في الحق بحكمة، مخلصا في النصيحة، صادقا في المشورة، نزيها في الرأي، عفيفا في الخصومة، وعاش طوال حياته ينشد المحبة والوئام والتفاؤل، ويحرص على أن ينعم بها أبناء الكويت جميعا. نسأل الله أن يتغمد فقيد الكويت برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه وأهل الكويت جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد رحب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالدكتور يوسف محمد عبد الله العلي بمناسبة تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة، معربا عن تقديره لقبوله المشاركة في تحمل مسؤولية العمل الوزاري، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في تحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطنين بمساعدة إخوانه الوزراء.